خلونا نروح بسرعة لهبدات المكسيكي. المكسيكي امبارح كان عنده هبدة وطلعة في كلية الشرطة، أكاديمية الشرطة، وكانت الهبدات والسقطات والهبل والدهل كان يعني بيقع منه زي ما انتم عارفين. قال لك امبارح السيسي احنا بندعم الصومال مش عشان اثيوبيا، بندعم الصومال لان الدولة دي في حالة عدم استقرار من اكتر من 30 دولة. اها، طب السؤال هنا من 30 سنة، معلش السؤال هنا يا جماعة، الله، طب ما عندنا غزة، احنا ما بندعمش غزة ليه؟ ما بندعمش لبنان ليه؟ ما بندعمش سوريا ليه؟ ما بندعمش اليمن ليه؟ ما برضو في عدم استقرار وفي مشاكل، ودول برضو او من الاقربون وبرضو اعضاء في جامعة الدول العربية. ولكن عبد الفتاح السيسي بيشتغل بالامر. تعالى نفند لك الكذبة ونفتح الارشيف ونبص على ميدل ايست اي ونلاقي ان الامارات ومصر بتجند وبتدرب قوات صومالية سرية. يا ترى ده عشان دعم الصومال عشان فيها عدم استقرار، ولا علشان يبقى ليها تواجد هناك؟ السيسي امبارح بيتكلم عن غزة وبيقول لك ايه، مش بتقولوا عندكم اقوى جيش؟ ما تيلا بقى اسمع كده قال امبارح. طب ما في اليمن اللي فاتت دي حد قال انتوا مش عندكم اقوى جيش؟ ما تيلا بقى، ما سمعتوش الكلام ده. انا بتكلم كل المصريين مش بتكلم الجيش. بتكلم ايه؟ كل المصريين مش بتكلم الجيش ولا الشرطه ولا حتى الحكومه، بتكلم الناس. احنا ما عملناش ده، بنتحمل وبنساعد على قد ما نقدر مع حفاظنا على بلدنا. نفس الكلام يا عم، الكلام ده ما قالوش امبارح، قالوا قبل كده. يا عم يا عم، انت مالك بالجيش؟ قال لك انا الكلام ده للناس كلها مش للجيش بس، مش عندكم اقوى جيش؟ ما يلا بقى، يلا بقى، ويلا وهوبا بقى بتاعت فيفي عبده دي ما تنفعش في غزه، انما تنفع في الصومال. ليه؟ اصل الصومال مش مستقره، وكان غزه مستقره وفلسطين مستقره والدنيا هناك تمام. ده كله كذب وضحك على الدقون والناس شايفاه. وبترد على السيسي، وهنبدا باول رد. محمد سلطاني رد على عبد الفتاح السيسي على الفيسبوك وقال له ايه؟ قال له تدعم الصومال ولا تدعم فلسطين ولبنان؟ هذا هو الحال. وائل شاهين كمان رد على كلام السيسي على فيسبوك وقال له انا اعرف دولة منهوبة بقالها 72 سنة، تسمع عنها ولا لا؟ ويبدو ان السيسي ما بيسمعش غير عن اللي بيسمع عنه الكفيل وبيوجهه لخدمته الكفيل.